ما هي أهداف مجموعة العشرين؟ بصفتها منتدى دولي يعنى بمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بنظام الاقتصاد العالمي. تتلخص أهداف المجموعة بتحديد السياسات والمبادرات التي تتطلب عملاً جماعياً وأسس حوار وتعاون مشترك لتعزيز مبادئ النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، دعم الابتكار والعمل على قضايا مختلفة مثل الصحة والشباب وتمكين المرأة، المناخ والطاقة والتجارة، والأمن الغذائي والماء العالمي، مما يساهم بدعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم.